ملتقى إنجازات شبابية كويتية بدورته الثالثة. ملتقى إنجازات شبابية كويتية سوا عدنا وهمتنا. اليوم ما شاء الله كرمنا شخصيات كبيرة كان لها بصمة قوية في الجائحة. نحن سعداء حقيقة اليوم، وأنا تشرفت بالتواجد ضمن إحدى فقرات ملتقى إنجازات شبابية الثالث. نشكر مبادرة الهيئة العامة للشباب وأيضا ملتقى إنجازات كويتية، كذلك أيضا نشيد بهذا الإنجاز وهذا الدور في هذا الملتقى اللي له دور كبير في زيادة الوعي للمواطنين والمقيمين. اسمنا صار مطبوع بلد خير وإنسانية، علمنا دور وشكر موفور للهيئة العامة للشباب وكافة المقربين لمشاركتنا في ليلتنا الاستثنائية، وخاصة ونحن نشهد إطلاق الشمع السابق. نرفع الراس في